السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تقنيات حول ماكينة القهوة المختصة. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحويل الكهرباء الماكينة مختصة دو جروب او تروا جروب او الكاتر جروب اللي كتكون ذات التيار 380 فولت، كيفاش اننا نحولوها ل 220 فولت بطريقه سهله وسهله جدا، مع العلم ان الاخوان كيتهربوا من 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 من, من, من الماكينات اللي كيكون عندهم يعني اللي تخدموا ب 380 فولت، نظرا لانه كيقول لك انا ما عنديش كيفاش ندير انا ناخذ بوبينه وانا كذا انا كذا، بحكم ان كاين فرق خصنا نفرقوا بلانديستري مع 380 فولت ديال لانديستري مع 380 فولت ديال لي ماشين. علاش؟ لان لي ماشين يعني محدوده في واحد يعني محدوده في 380 ديالها، يعني ماشي كلها كتخدم ب 380 لا، لحقاش حنا كاين ما ذكرنا في الحلقات السابقه كاين الكتروفان ديال 24 فولت وكاين الكتروفان ديال 220 فولت، وما كاينش الكتروفان ديال 380 فولت، متفقين؟ يعني لو ديجيتال ولا الالكترونيك ديالها كلها هو تيخدم ب 220 فولت، ما تيخدمش ب 380 فولت، راه اللي كيخدم ب 380 فولت سوف لو ريزيستونس، الريزيستونس. وانا حاولت انني نخلي هاد الريزيستونس يعني هكا حيت ما خاصنيش نحطو في المقاطع ولا باش ما كياكلش الريزيستونس، كنحاولو نطويوه. المهم انا غير باش نعود نقول انا باش نشرح كيفاش تحولوا ماكينه دات يعني من 380 فولت ل 220 فولت، سواء الناس اللي هما حرفيين يعني مبتدئين او للناس اللي باغيين يعني عنده ماكينه وباغي يحولها لراسو ما عارفش كيفاش. انا يعني بطريقه سهله غادي نحاول نشرح يعني شنو يعني الخطوات اللي خص الانسان يتبعها باش حولها ل 220. اشاره اخرى وهي راه انا شخصيا كنحبد ناخذ يعني كنبغي ناخذ لي ماشين ديال 380 عكس ما ناخذش لي ماشين ديال 220. علاش؟ على حقاش؟ لان ديال 380 تيكون فيهم ثلاثه ديال الريشات، ثلاثه يعني في الكهرباء ديالها تيكون هنا مثلا لو نواغ مثلا في الفاز او نوتر، يعني هذه ريشه هي هذه، هي جايه من هنا يعني ها الريشه هذه، ها وحده ها جوج وهذه ريشه في الوسط، هاي دايره هنا، هاي الوسطانيه هي هذه والفوقانيه، الريشه الفوقانيه هي هذه. وكيفاش كنعرفوا حنا هذه الريشه والماكينه؟ يعني غادي تقول لي مثلا كيفاش نعرف انا هذه الريشه وهذه الريزيستونس يعني داخل في الماكينه. اذا اخواني اخواتي، اول خطوه كنقوم بها وهي يعني كنزع الخيوط، يعني هاد لي فيس كنحيدهم يعني باش كنعريهم، يعني راه حنا ديما هذا راه الداخل، يعني هذا راه ما شايفينش حنايا واش هذا مع هذا ولا هذا مع هذا ولا هذا مع هذا، كنزع هاد يعني هاد لي فيس فوالا، وكناخذ لو ملتيمتر الملتيمتر. الور الى لقيت الملتيمتر كوم سا غادي تشعل لي هاد البوله هادي فوالا، هنا يعني هنا غادي يبان لنا الريزيستونس يعني كل واحد مع خوه، واللي ما شعلش لينا راه غادي نعرفها محروقه. فوالا غادي نلاقيو هذا مع هذا، الملتيمتر ما شعلش، حنا لقينا هاد الجوج هادو الملتيمتر ما شعلش، راه ما شعلش كيبان ما شعلش. لقينا هذا مع التحتاني، يعني غنبقاو حنا ديما في هاد التحتاني هذا باش نعرفو خوه فينا هو. فوالا كوم سا هذا يعني غادي نلاقيو مع هذا الملتيمتر راه ما شعلش، ها حنا ها هو الملتيمتر شعل، انا لقيت غير الكورون بوحدها راه كيشعل. فوالا لاحظتيو معايا مزيان، هذا ما شعلش فوالا، هذا كذلك ما شعلش وهذا شعل. اذا اش كيتبين لنا؟ ان هادو بربعه ما شعلوش وهذا شعل. اذا هنا كيتبين لنا هذا راه مع هاد الريزيستونس، هاد الريشه هادي ريشه وحده، هذا الفاز وهذا النوتر. فوالا شنو غادي دير ليهم؟ غادي ترشمهم فوالا كوم سا، غادي ترشمهم فوالا.
اذا نفس العمليه غادي نسهلوا الامور باش 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 نختصروا الوقت. اذا الا مشينا عاوتاني هذا يعني راه 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 ريكلامات لينا. اذا هذا نفس العمليه عاوتاني كيبقاو لنا هاد الجوج البسطانيين. اذا نفس العمليه كنلاقيو الجوج البسطانيين كيشعل. اذا شعلت فوالا الا لقيناها مع الجسم ما غاتشعلش. اذا هنا كيتبين لنا ان هذا ري هذه ريشه وهذه ريشه وهذه ريشه مزيان. فلوكا ديال 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 ان كتخدم 380 راه كان سوبريمي وخلاص. ال 220 لو سوكري في 220 هو اننا ديما 220 تنخدموا غير بجوج ريشات ما تنخدموش الثالثه كتبقى سكور. صافقين هذا هو الجميل. هذا هو الجميل في لي ماشين ديال 380 ان ديما ريشه كتبقى لك سكور. لانه 380 الا درتي ثلاثه د الريشات ما غاديش في 220 ثلاثه يعني ثلاثه د الريشات في 220 ما غاتسخلكش ما غاديش تسخلك ويمكن طيح لك الفيزيبل يعني ديال الديسجونكتور فوالا. الور 220 ديما تنخدموا غير جوج ريشات ما تنخدموش ثلاثه. اوكا ديال الريشه تحرقات لينا كيبقى لنا السكور فوالا. اذا في 220 الا تحرقت لينا ريشه ما غيبقاش لينا السكر غنضطروا باش نشريو هذا هاد الريزيستونس اللي هو الثمن ديالو يعلم الله على حسب لي ماشين يعني من 1000 درهم 800 درهم 500 المهم على حسب. المهم شوف انت كيفاش يعني لا دومانديتي عليها جديده من لا ميزون ديالها راه حتى ل 1200 درهم حتى ل 1500 درهم لقيتها الاوكازيون توالي تقدر تلقاها ب 290 درهم توالي تقدر تلقاها ب 180 درهم توالي ب 150 على حسب كيبقى الانسان كلها وكيفاش يعني كيلتج البيع للشراء ديالو. وراه كنأكد وديجا أكدت في حلقة سابقة أن هاد الريزيستونس راه ما تنعملوش في لاسيد ديفينيتيف راني كنأكد وكنكرر أن هذا ما تيداش في لاسيد بحكم لاسيد تيا كل النحاس ديالو حيت النحاس ديالو ضعيف وعند فيه داك الرخام واحد الرخام واحد الحجر واحد بحال الغبرة داخل الرخامية هذيك اللي كتسخن فوالا هذيك كتأكل مع 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 يعني مع مع الأسيد ولا الحمض النيتريك إلى آخره. المهم كنعاود نكرر أن 380 كنبرونشيو هادو ثلاثة بهم يعني كلهم كيتبرونشيو كلهم متفقين يعني في 220 كنبرونشيو بهم في 380 لي ريزيستونس ثلاثة بهم تيتبرونشيو وفي 220 ما تيتبرونشاوش بثلاثة كيتبرونشاو ديما غير جوج كيبقى واحد السكور. اذا كيف ما قلت اخواني اخواتي ان هاد الثلاثه ديال الريشات كنعزل كنتريهم باش كنعرف كل ريشه بوحدها. اذا هذه وهذه وحده هذه وهذه وحده وهذه وهذه وحده اذا ثلاثه ديال الريشات. اذا كيف ما قلت وتنكرر ان 380 ما تيخدمش 380 كنخدم خصو يخدم ثلاثه ديال الريشات ما غيخدمش بجوج ولكن 220 تنخدموا غير جوج كنسوبريمي وحده. غادي تقول لي اودي كيفاش البرونشمون ديالهم غادي نقول لك يا اودي غادي ناخذوا هاد الجوج هادو هادي وهادي هادي ريشه وهادي ريشه وهادي ريشه مزيان غادي ناخذوا كولي بحال هكا وغادي نلاقيوهم جوج من جهه يعني هذه وحده وهذه وحده وغادي نلاقيوهم من جهه فوالا وغادي نتراسيوها. غادي نقول لك انا من بعد غنقول لك راه كان الزرق عندك في الثلاثه هادو وكان الكحل والحمر والقهوي هنايا. اذا هاد الانستالاسيون غتحيد وغادي يولي عندك مثلا هنا القهوي وهنا الكحل او هنا الحمر وهنا الكحل ولا هنا الكحل وهنا الحمر ياك وهنا غدير الزرق. غادي تقول لي اودي منين غادي نجيب الزرق مزيان لانستالاسيون هي هاد. اذا هنا الزرق غادي يكون هنا الزرق غادي يكون عندنا هنا والكحل هنا والقهوي هنا وهاد الكحل اللي بقى غنسوبريميوه ما غيبقاش عندنا غادي نطويوه غادي نقطعوه هذا غيتقطع فوالا. لا ماس خلاص راك غادي تخدم بلا ماس خدمتي به او ما خدمتيش به كيبقى. المهم راني ديجا شرحت الطريقه ديال العمل ديال لا ماس اللي هو غيبقى عندك هو غيبقى عندك ثلاثه الزرق والكحل والقهوي او الزرق والكحل مع الكحل او المهم غادي تسوبريمي واحد يعني هذا غتحيدو غادي تطويه وغادي تصوب ليه سكوتش مزيان وغادي تكوليه وغيبقاو عندنا ثلاثه. اذا حنا هذه اللي لقيناها ديما هذه اللي لقيناها بالكولي بلا 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 بالكوليه ديما غيكون الزرق هنايا ماشي هادو بجوج لا هادو غادي يجيونا هنا واحد هنا واحد هنا والزرق غادي يكون عندنا هنا. اذا هادو هاد الجوج
غادي يكون عندنا هنا في لونطري ديال هاد الحقاش، هادي ريشه وهادي ريشه. حنا هاد الريشه من واحد الجهه غنديروا فيها الزرق، وهاد الجهه الاخرى كل وحده غنديروا فيها واحد نديروه هنا وواحد نديروه هنا، اولا القهوي غنديروه هنا والكحل نديروه هنا بحال بحال. مزيان، غادي تقول لي اودي الزرق ملي غنجيبو. ها اذا كاين عندنا سيدي، لقينا سيدي هاد الثلاثه هادو في هاد البرونشمون، لقينا هاد الثلاثه. ولكن في في في, في الزرق منين غادي نجيبو؟ انا ما عارفش منين غادي نجيبو. غنقول قلب على اي خيط زرق 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 زرق، بارفوا تيكون زرق بارفوا تيكون بيج مفتوح. الا ما لقيتيش الزرق غتلقى البيج مفتوح، ولا ما كانش البيج مفتوح غتلقى الزرق. ولا لقيتي الزرق والبيج خذ الزرق ماشي البيج، عارف البيج راه لو كونتر فاز او نوتر. فوالا، في حال تما الا ما لقيتيش الزرق، ما لقيتيش الزرق راك غادي تلقى البيج مفتوح. ولا لقيتي البيج ما لقيتيش الزرق، عارف البيج هو الزرق، كنعاود وكنكرر لنا هذا الدوم معاش اللعب. ولا لقيتي البيج والزرق، البيج راه مع هاد الثلاثه والزرق غتاخذو بوحدو، تفهمت فاهمين؟ اذا الفاز والنوتر كي قلنا في البرونشمون ديال 220 كنسوبريميو كحل او احمر او قهوي، كنسوبريميو واحد وتبقاو عندنا جوج. راني الاخوان راني كنكرر في هذه المساله، لان كي قلنا اللعب هاد الدوم معاش اللعب. اذا قهوي وكحل غادي يمشيو هنا، والزرق غادي يمشي هنا. غادي تقول لي الزرق ما عادش ملي غنجيبو، غنقول لك جيبو يكون اي كابل غليظ، اي كابل غليظ في وسط الماكينه جيبو، جيب خد منه قطعو وخد منه الزرق وحلتي وما عرفتيش تدخل لونطري. هو هذا لونطري، هاد لونطري في الاساس تيكون هاكا يعني في البرونشمون ديالو. اول حاجه شحال من واحد تيمشي يقطع واحد، راه قطعتي واحد راه ديجيتال ما يخدملكش في البرونشمون ديالو. لا قطعتي واحد راه ديجيتال ما يخدملكش، راه البرونشمون هاكا تيكون يعني ديجا تخليهم كيف كما هما. فوالا تيكونوا هاكا، وادي الفيش ديالك، الفيش ديالك هاكا بثلاثة ما تقطعش، حيت الا قطعتي القهوي راه ديجيتال ما غيبقاش يخدم، قطعتي هاد الكحل ديجيتال ما غيبقاش يخدم، لان هما راه عندهم روتور انتيري يعني في الانتيريور عندهم كل هما عندهم روتور واحد. يعني هادو راه خصهم يبقاو كما هما، واخا تلقى اربعة د الكحل غتلاقيهم ديرو في ملتيناف وغتلاقي مع عاد تبرونشي في ملتيناف الفيش ديالك ديال 220، وديما الزرق بوحدو وثلاثة بوحدهم. ولكن هنا راه غنسوبريميو، هنا فاش كنوصلو لهنا غادي نسوبريميو واحد غنسوبريميوه، ولكن غنتابعو حيت راه غيكون فيه الضو، غنقطعو ونصوبو كوم الفو، وغادي نجمعوه وغادي نسكوتشيوه مزيان كوم الفو، وغادي نخدمو بجوج كحل وقهوي. غيكون كحل هنا وقهوي هنا، او قهوي هنا وكحل هنا، والزرق غادي نلاقيوه مع هاد الجوج، لان راني كنكرر هادو راه واحد وهذا واحد، يعني جوج ديال الريزيستونسات هما هادو. ها هما، هذا ها هو فين داير واحد، وتحتاني واحد، وهذا داير من الداخل وسطاني هو هذا. اذا حنا شنو شنو درنا بهاد العمليه؟ حولنا ليليكتريك ديال الماكينه، السخونيه ديال الماكينه حولناها من 380 ل 220، وغيبقى عندك ديما غتبقى عندك ريشه ريزيرف اونكا تحرقت لك ريشه، غادي تخدم اللي بقات لك ريزيرف، ما عمرك توقف اون بان. اذا هذه المعلومه انا كنوجهها للاخوان اللي سواء المبتدئين سواء اصحاب المحلات سواء الناس العاديين، يعني راه اي واحد ممكن يقوم بهذه العمليه بوحدو بلا ما يستدعي تقني مختص بلا الى اخره. راه هذا هو الجميل، انه الانسان تيقلب على ماكينه يعني 380، لان الديجيتال كيف ما كنعرفوه ولا هاد البوطونات ولا هذا كلهم تيخدم 220، ما تيخدموش راه صوف 380 عندنا غير في الريزيستونس. يعني باش ديما لقيت الريزيستونس محروق كنلقى الاخر سكور، تلقاه يعني ديما ما كنضيعش في الريزيستونس.